يا مساء الخير عليكم. الست المسترجلة، النهاردة هنتكلم عن الست المسترجلة. ما اقصدش بالست المسترجلة اللي هي قاصة شعرها ولابسة جينز وبتشرب سجاير وبتعمل تصرفات متشبهة بالرجال، مش هي دي خالص الست اللي انا اقصدها. الست اللي انا اقصدها اللي هي مسترجلة في طباعها، اللي هي شوية صعبة في طباعها، تميل شوية لانها تكون راجل في تصرفاتها. هنتكلم عنها باستفاضة ونعرف ايه الحل مع الست المسترجلة. الست المسترجلة بطبيعتها ست عنيدة، طباعها صعبة، بتبقى عايزة دايما تتعامل على انها مش ست، مش عايزاك تستضعفها، عايزة تحس انها شخص ليه ثقل ليه قيمة وانه مش ضعيف، وانك مش مضطر انك تتعامل معها على انها جنس رقيق، وانك مش مضطر انك تراعي قوي في مشاعرك معاها. غالبا الست المسترجلة بتطلب طلبات هي عارفة كويس جدا انها هتترفض، وبيبقى هدفها الفعلي انها تترفض عشان تعند وتعمل عكسها، لانها بطبيعتها عنيدة جدا. فتخيل بقى انها لو طلبت منك طلب وانت وافقتها مش هتعمله، هتتراجع وهتحس انها ما نفذتش هدفها في انها تعند وتقول لا، فبالتالي هتقول ايه؟ طب وانا ليه وعلى ايه؟ انا ما استفدتش اساسا من الموضوع باني نفذت اللي في دماغي، انا كده نفذت اللي في دماغك انت، فهتتراجع فورا ومش هتعمل اللي قالت عليه. الست اللي من النوع دوت بتكون واثقه من نفسها قوي، وبتبقى شايفه ان هي دايما بتعمل كل حاجه صح، وانها عندها ملكات مش موجوده عند حد، فبالتالي هتبقى بتلعب في عداد عمرك لو انت سخرت منها او حسستها ان اللي بتعمله غلط او انتقدتها، لانها بالتالي هتوجه كل وسائل الدفاع بتاعتها ضدك، وهتبتدي تتعامل معاك على انك عدو ليها، وهتبتدي تتعامل معاك على انك بتقلل منها، فهتخسرها. فمفيش داعي ابدا انك تعمل كده. حاول بقدر الامكان انك تمدحها وانك تحسسها انها هايله، انها بتعمل كل حاجه صح، ان كل حاجه هي بتقولها جميله، لان هو دوت هدفها الاساسي في الحياه، انها تفضل مميزه، وانها تفضل طول الوقت ما بتعملش حاجه غلط، وانها تفضل طول الوقت محطه انظار اللي حواليها. فتخيل بقى لو انت شريك حياتها او مرتبط بيها وبتنتقدها، تبقى انت كده خسرت الجوله. عاده الست اللي هي بتكون عنيفة في شخصيتها بالطريقة دي، او بتكون مستقوية قوي ومسترجلة بالشكل ده، بتبقى طول حياتها وقعت تحت ضغوط في تربيتها كونت الشخصية القاسية ديت، فبالتالي نقطة ضعفها الوحيدة وخدها نصيحة هي الحنان والعطف، انك تتعامل معها بحنية، انك تتعامل معها بعطف، انك تتعامل معها بأبوية، انك تحسسها بانها تستحق انها تعامل كويس، انها تعامل برفق. الحاجات دي بتفرق معاها كتير. الست دي بتبقى حياتها جافه من جوه، بتبقى طبيعتها جافه من جوه، فبالتالي محتاجه طبطبه، محتاجه حنيه، محتاجه مراعاه لمشاعرها. دي نقطه ضعفها الوحيده، واللي بيقدر يلمس نقطه الضعف دي بيكسبها للابد، لانها فعلا بتكون مليانه مميزات الا حاجه واحده بس، انها ردود افعالها عنيفه، ردود افعالها صعبه، ردود افعالها ما فيهاش تروي شويه، فانت بتبدل الاماكن ما بينك وما بينها، وبتاخدها في حضنك زي ما بتكون بتعامل طفل صغير، صدقني هتلاقي نتيجه مختلفه. عاده الست دي بتتعامل مع الدنيا كلها على انها كاذبه، على ان الرجاله كلها انانيه، على انهم محتاجين دايما ان هم ياخدوا ما يدوش، دايما شكاكه، دايما شايفه اللي قدامها ما يستحقش فرصه تانيه، فبالتالي انت محتاج انك تكون واضح جدا، وانك تكون صريح جدا، وانك تكون صادق جدا في كل تصرفاتك معاها، والا مش هتقدر تسيطر عليها، ومش هتقدر تعمل اللي انت عايزه، مش هتقدر تاخدها في حضنك، مش هتقدر ان انت تحتضن شخصيتها وتتعامل معاها. فبالتالي الصدق نقطه فاصله، وخلي بالك بتكون ذكيه جدا وحساسه جدا، وهتعرف امتى انت بتكذب وامتى انت بتتكلم بصدق. تاني من الستات العنيده ديت، بيبقى النوع ده اتربى في بيت اهله على الدلع، بيبقى النوع دوت اتدلل قوي زياده عن اللزوم، فطلع عنيد جدا زياده عن اللزوم. النوع ده الحل فيه حاجه واحده بس، ان انت تدلله زي ما اهله كانوا بيدللوه، ان انت تاخد مكانهم، ان انت تحاول انك تسد الفجوه اللي حصلت من بعدها عنهم. لو انت مش هتقدر تعمل ده، ما ترتبطش بالشخصيه ديت، لان الشخصيه دي بتكون مزعجه جدا لما بتفتقد الدلال ده.